كتعاون غنائي ما في بيني وبينه تعاون، لكن احنا زملاء مشوار، وكانت الدفة يعني مشتركة ما بيني وبينه وبين الأستاذ رابح صقر. يعني احنا جيل واحد، وكان التنافس مفيد ومثري للساحة. أتمنى إن شاء الله إنه يرجع لنا سالم معافى مشافى، ويا رب راشد من الأسماء المهمة في الغنية الخليجية. هو دحين يعني قلصنا الألبومات، ما عاد صار ألبوم يعني يكون فيه أغاني كتير. أنا في مشروع عمل 5 أغاني من كلمات وألحان الشاعر توأمي، الشاعر تركي، وألحان طارق محمد. طبعا طارق محمد هو تركي، بس هو مصر على طارق محمد، ما أدري. ما أعتقد أنه حيصير الآن، لكن ولدي محمد اتجه اتجاه آخر. الآن هو قاعد يفكر يدرس طب، وأنا بصراحة شجعته عليه. ودائما الابن، الوالد ما يحب يشوف ابنه الفن متعب ومزعج، ويعني فعلا بتدفع فاتورة عالية. فأنا يعني أيدته على فكرة أنه يدرس طب، والحمد لله وافق، وقريبا إن شاء الله حيلتحق. يلا عندي الضيق نوشه.